هيدرو هي عبارة عن كل الناس اللي بتملى سيرفي. كان في آخر فيلد إذا حابين إنك تكتب اسمك يعني هتخش في الهيدرو، إذا ما حابي ما بتفهم لأنه في الآخر سيرفي يعني جنرال، فممكن في زول يكون حابب إنه ما عايز يذكر اسمه. في هدايا كانت من اس دي نوت، وعملنا الحركة كان في هدية سبونسر من هواوي زد اي هواوي ساوث افريكا. اس دي نوت 3 للأسف ما لقينا سبونسر عشان يدينا هدية عشان نعملها للاكي درو. اس دي نوت 4 برضو ما لقينا سبونسر يعملها لنا، لكن قلنا خلاص المرة دي هنشتريها من الـ من الاكونت بتاع اس دي نوت زاد. فا اس دي نوت هي اللي اشترت الهدايا. اتمنى انها تكون هدايا مفيدة يعني والناس تستفيد منها. طيب كيف هنختار الأسماء؟ أي زول بيملى السيرفي النتيجة بتاعت السيرفي بتظهر في إكسل شيت. الإكسل شيت بيحصل له إكسبورت بيتحول لسي إس في فايف فايل. فيليب تروبل كتب سكريبت بلغة بايثون إنه هو كيف يقدر يقلع. فيليب كتب كتب سكريبت كيف انه ممكن بيعمل راندوم سيلكشن للفيلد بتاع النيم، بس اذا انت كاتب النيم يعني ويل كابشر ات، اذا انت ما كاتبه هيعمل هيفيلد له. فهي بتكون زي راندوم بروسيس لايك الكود يعني راندوم بروسيس، بتختار راندوم نيم هيطلع في الشاشه. طيب السكريبت مكتوب ب دن اوكي هيبا بريس انتر مع انه انا موت انا اضغطي، لكن السكريبت ده الرام بتاعه اللاك درو بايثون ده هو الفايل، والفايل بتاع السيرفي او الاسماء بتاعت الناس موجودة في الفايل اسمه سيرفي دوت سي اس. اول زول هيبا ضغطت انتر واختاروا راندوملي هو اكرم محمد عثمان ادم. أكرم انت عرفت انت مستوى فجأة هو اللي قال له نحن زعل اسم بس سيرفي دي الريزلت بتاعت السيرفي هي بقى انت سويت وعاد سكريبت شكرا. طيب هنعمل ران للسكريبت مرة تانية. هما في تو وينرز يلا انت يا مشكلة لانه اديناك انت الكليكر ادي زول تعال يضغط انت عزة عبد الرحيم احمد عبد عزة عبد الرحيم عبد الله نور عز اول مره تيجي اول مره تسمع بعيد. طيب مبروك لعزة ولا تاني ما خلاص بعدين الباقيين شكرا لكم مليت السيرفي حلقنا الريزلت بتاعت السيرفي ان شاء الله ونستفيد منها في الايفنت الجاي ان شاء الله. المره الجايه نحاول نعمل هدايا اكثر كده. اوفيشلي يعتبر اس دي نوت 4 اس دي نوت 4 فينيش. بحب اشكر كل السبونسرز اللي هم دعموا للايفنت، لانه يعني لو لا دعمهم ما كان حيكون الايفنت موجود. بلاتينيوم هم الهيئه العامه للاتصالات، سيلفر افرينيك وديجيتال تراست وايسو سبورتنج اورجنايزيشن بي سي اتش و سي بي اس دي فاونديشن الانترنت من كنار والباتنر اللي هم جميع سوريا الانترنت. بحب اشكركم انتم برضه على وجودكم للايفنت وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. زي ما هبه قالت يعني اعمل معانا كولابوريتيف كده عشان احنا نقدر نعمل نقدم ايفنتس افضل. ان شاء الله نلتقي السنه الجايه ان شاء الله في اس دي نوت 5 او تكونوا موجودين معانا خلال الاكتيفيتيز اللي هتكون موجوده خلال السنه ان شاء الله. اخر حاجه اخر اكتيفيتي او قبل ما اختم خالص احب I would like to thanks all our اجنبي guests for coming for اس دي نوت 4. Hope you enjoy it. Hope you enjoy Sudan, and hope you find Sudanese people are friendly and nice. We are friendly and nice, and hope to see you in SD Nov 5.
هناخد جروب فوتو ان شاء الله، دي اللي هتكون الجروب فوتو بتاعت الايفنت، هتكون هنا معلش في الحته دي لان محتاجين الفرع يكون ظاهر معانا والسبونسر معانا، وبعد كده ممكن ناخد جروب فوتو في القاعه. فشكرا لكم وسلام.